مشاهدينا الكرام، يا مرحبا بكم ومسهلا. متواجدين معكم اليوم في النادي العلمي. مثل ما انتم شايفين الاجواء خلفي بعد الافطار تعم فعلا بجنون العلوم. هذا ما اسموه النشاط اللي الان موجود، اسموه النادي العلمي بجنون العلوم. الغريب والجميل ايضا في هذه السنه ان الانشطه الرمضانيه اجتمعت مع الانشطه الصيفيه. معنا للحديث عن هذه الانشطه في النادي العلمي المهندس هاشم الساده، مشرف عام النشاط. يا مرحبا بكم ومسهلا. مرحبا باقي، يا اهلا ومرحبا فيكم. محمد، مثل النشاط هذا يعني جنون العلوم اسم جدا رائع. قبل لا ادخل معك في الاسم وليش تم اختياره، خلينا نتكلم عن مساله الفعاليه نفسها، كلمني عنها والحضور والاقبال عليها. طبعا الفعاليه اذا تقصد النشاط العام بشكل عام، القبول كل سنه يزيد لدينا، وكل سنه نحاول نغير من الطريقه، بس الهدف واحد، هو استغلال فتره الصيف بتحبيب الطلاب على الابتكار وعلى العلوم. جميل جدا. أنت يوم سألتك أنا عن الفعالية قلت لي فعالية بشكل عام، هذا يدل أن عندكم أكثر من نشاط الفعالية اللي بشكل عام. كلمني على الأنشطة كل واحد على حدة. صحيح، طبعا عندنا عدة أنشطة هنا. أنا متمركز هنا في جنون العلوم لأنه يعتبر هو العمود الفقري لنشاطنا، وكل يوم في فعالية تكون غريبة وتأخذ تقريبا نص وقتهم لليوم. في عندنا قسم الروبوت والكمبيوتر، الطاقات المتجددة، وفي أقسام متعددة كثيرة إن شاء الله راح تشوفونها بزيارتكم. جميل جدا. طيب خلنا ندخل في مسألة جنون العلوم، مسمى جدا جميل أبو محمد. خلنا نأخذ لفة كذا شوي عشان تأخذك الكاميرا بشكل واضح. جنون العلوم مسمى جدا مهم. ليش صار في مسمى جنون العلوم؟ ليش للعلوم جنون يعني؟ والله هو الفرق بين العالم والمجنون شعره. فاحنا نبي نحبب الشباب والبنات بالعلوم، فحاولنا قد ما نقدر ان نعمل لهم تجارب مرحه تعتبر مجنونه في احيانا، فيها الوان، فيها اصوات، فيها احيانا روائح، لكن قاعدين يتعلمون منها. وسبب تسميته هو اجتمع التيم المتطوعين والمتطوعات اللي عندي وقرروا ان نسميه بعد مناقشات. طبعا اول ما بلشنا من 6 سنوات كان اسمه جنون العلوم ماد ساينس، وبعدين سميناه كريزي ساينس، وهالسنه سميناه فانكي ساينس لان معتمدين شوي على الالوان. فطبعا حتى لو تاخذ لفه وتشوف البوسترات الموجوده فعلا تمثل عن اشياء مجنونه. وطبعا مثل ما ذكرت سابقا ان الفرق ما بين العالم والمجنون شعره، واحنا نبي نحبب الطلاب مش بس اللي ياخذونه في المدرسه ان اقعد وناقش، لا، نبيهم يشتغلون بيدهم. احنا طبعا نشرح لهم بداية التجربة، اهدافها، شو اللي راح يستفيدون منها، وكيفية طريقة عملها، ثم نخليهم هم يبلشون يعملونها لوحدهم بمساعدة واشراف عدد من المدربات والمتطوعات. جميل. خلنا قبل أن نتطرق لمسألة المدربات والمتطوعات نفسهم، ابغى استمتع معك في مسألة الليفلات اللي موجوده. قبل لا ندخل نطلع على الكاميرا ونتصور معك، كنت تكلمني انه وهم جالسين ياخذون طريقه تحضير التجربه نفسها، اللي تعطي التجربه سابقا كانت متطوعه فاصبحت مدربه او مساعده مدربه ثم مدربه. اللي جالسين بعضهم قاعد تقولهم انت السنه الجايه انتم بتدخلون في التطوع ومن ثم مدربات او مساعده مدربات. التطور هذا ايش يحفز عند الطالب؟ والله شوف، احنا دائما ننقي الطلاب اللي يكون هو حاب الشغله وعنده ميول، وايضا هو شخصيته ليدر يقدر انه، وفي عندنا بنات يساعدون احيانا بتعليم البنات الاخريات التجربه. فعندنا مجموعه منهم اخترناهم وقلنا لهم احنا السنه الجايه نبيكم معنا فالنتيرز، متطوعات تساعدون في التدريب وليس طالبات تيون، لان ما شاء الله صاروا متمكنات. عندنا مثلا المدربة الحالية اللي هي مسؤولة عن القسم هاي، من 6 سنوات كانت متطوعة وبعدين صارت مساعدة مدربة وحين هي المدربة الرئيسية. عندنا بعد 3 بنات كانوا متطوعات وحين مساعدة مدربات. وفي عندنا فولنتيرز أول مرة يجونا ومن مختلف الشرائح ومن مختلف الجنسيات، فما شاء الله عندنا تنوع. جميل جدا. الآن قبل أن أختم معك أحتاج منك الآن رسالة فعلا توجه لكل بيت عنده طفل بعد الفطور يحتاج انه يملا وقت فراغه، كلمني على كلمه تلقيها لهم. والله وقت الفراغ هاي مشكله يعاني منها الجيل كامل. بالرغم وجود الكمبيوترات، التليفونات، كل الوسائل هذه اللي قاعده تاخذ الطفل من الحياه، ولكن
تنسيه الحياة العملية. طبعا وجودهم هنا مش بس يعلمهم شلون يبتكرون لا يحتكون مع بعض، يتعرفون على صداقات. مثل ما جيتوا انتوا بدري لقيتوا ان في بعض البنات يجون هنا من قبل بساعة من 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 بداية النشاط بسبب حبهم للنشاط. فهالاشياء هاي تسقل شخصية الطفل عندنا والطلاب، وان شاء الله نحاول ان عندهم شخصيا وعقليا وفكريا ان يكونون مخترعين ومبتكرين ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه ابو محمد على اللقاء الجميل هذا. الله يعافيك، يا مرحبا ومسهلا فيكم. الله يرحب بك. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا هاشم ابن محمد الساده، المهندس هاشم محمد الساده، مشرف عام النشاط بالنادي العلمي، كان يتحدث عن صقل موهبة وليس فقط تطبيقات علمية. لكل بيت ولكل منزل عنده طفل في نفس هذا العمر لا يفوت الفرصة بأنه يجيب الأطفال يغتنمون هذه الفرصة فعلا في أنهم يسقلون شخصيتهم للمستقبل. هذا كل ما لدينا من النادي العلمي، شكرا لكم.